بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سأل الله تعالى أن الله يقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا، إنه وكيل ذلك والقادر عليه. في هذه الأيام المعدودات التي سنقضيها في البرنامج سنتذاكر فيها أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وما فعله مع أصحابه. أعطونا سبكر يا إخواني إذا أمكن. كذا صوتي واضح؟ طيب. للأمانة يعني أني ما أحب أطيل عليكم، ولكن حتى نستفيد اليوم بنتذاكر فيه يعني يوم أحد، وهو يوم كان وقعه أليم على المسلمين، كان وقعه أليم على النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. كان هذا يوم من أيام الإسلام المشهودة الذي يعني جعل جرحا في صدور المسلمين يعني كبير، وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موضع. فيقال أن بعد غزوة أحد بسنة تقريبا في 17 من شوال، اجتمع أبو سفيان مع عكرمة ابن أبي جهل الصحابي رضي الله عنه، وخالد ابن الوليد، وصفوان ابن أمية، ومجموعة من 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 كفار قريش ذلك الحين في نادي قريش. ثم قال: يا معشر قريش، إنا في بدر قد رمينا المسلمين بأشياخنا ورمونا بشبانهم. فمن الطبيعي أن الشيخ اللي هو الكبير في السن لا ما عنده جلد الشاب في القتال، فقتلوا أشياخنا وأصبحت تجارتنا إلى الشام مهددة، وأصبح كل من راح وجاء تعرض لها بعد هذه الموقع، ولا بد لنا من رد اعتبار. وقد ربحت من تجارتي التي أتيت بها الأخيرة 50,000 دينار. عشان نقرب الرقم، الدينار الآن يساوي تقريبا 4,500 ريال، وعليك الحسبة. فهذا مالي، وهناك 400 درع عند صفوان بن أمية، وخيل عند خالد بن الوليد، يعني جمعوا كذا قرش على خيل على فرسان على غلين، كونوا جيش تعداده 3,000 رجل، فيه 200 فرس و 400 جمل وسبعين ناقة. أما النوق ركبها النساء حتى يحفز القوم. ليش؟ من عادات العرب أن يعني أن النساء يذهبون معهم في الحروب لسبب، حتى إذا رجع واحد منهم فرعت المرح على رأسها فيستحي فيرجع. إذا هرب واحد فرعت الحرمة على رأسها يستحي يرجع للمعركة. وكانت على رأس هذه المجموعة مجموعة النساء هند بنت عتبة بن ربيعة، كانت تغني بأبيات تقول: أن تقبلوا نحن بنات طارق ندق بالنمارق، إن تقبلوا إن تدبروا نفارق، وإن تقبلوا نعانق عناق غير فراق غير وأمق. العباس بن المطلب دعوه قريش أن يظهر معه، فرفض وكان قد أسلم. فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الرجال ناويينك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالعدة والعتاد، ووضع خطة عسكرية محكمة جدا، ولو التزم المسلمون بها في ذلك اليوم لانتصروا انتصار عظيم. أحد الآن جاي على شكل حرف إل تقريبا، وعلى يساره من جهة مكة المدينة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أمام أحد، الآن وراهم أحد، وعلى يسارهم جبل الرمح، وقسم الجيش على قسمين، قسم أيسر وقسم أيمن. ويقال ابن كثير قال أنه وضع كتيبة سماها كتيبة العشرة، وضع عليها طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله هو ولد عم أبو بكر الصديق. ثم جعل على جبل الرماة 50 رجل، وقالوا 40 رجلا. فكرة هذا الجبل أنه إذا تقدمت خيل الكفار يرمونهم بالنبال حتى ترجع. ثم اجتمع بأصحابه
وأشهر سيفه صلى الله عليه وسلم، وقال: من يشتري هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله. وش المعنى من هذا الكلام؟ قال: من يأخذ سيفي ويعاهدني على الموت. وكانوا وهذه شيء عجيب في الصحابة، كانوا يتبايعون على الموت، حتى أن في معركة القادسية، والشيء بشيء يذكر يعني هنا جي معلومات أعيد أدخلها وأشطح في المعذرة، كانت في معركة القادسية كتيبة تسمى كتيبة الموت، 13 رجال تبايعوا. البيعة إيش؟ إنك ما تخرج حي، يا تنتهي الحرب وانت حي، يا ما تخرج حي، ما بيها واحد. أخذها أبو ديانة، أخذ السيف وقام يمشي أمام الناس وعليه عمامة حمراء، والصحابة يعرفون أبو دجانة أنه إذا لبس هذه العمامة أنه ناوي الموت، يبغى يموت، ما بيها واحد اثنين. فيمشي ويتبختر، فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقع. تقابلت الصفوف. لواء قريش كان عند بني عبد الدار، وبنو عبد الدار هم أهل السقاية وأهل السدانة اللي منهم بنو شيبة الآن. وكان على الجيش قائدين: عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، وأبو سفيان هو القائد العام. أما جيش المسلمين فكان عليه الزبير بن العوام وسعد بن معاذ. ابتدأت الحرب، وكر المسلمون على المشركين، كر عجيب، وقتلوهم كل قتل، إلى درجة أن الكفار كان يرمون الدروع على المسلم عشان ينشغل بها يهرب، يمدي الكافر يهرب. لكن خالد بن الوليد سبحان الله في ذلك حكمة فسرها الإمام الذهبي حكمة عجيبة. خالد بن الوليد في حياته خاض 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وما هزم في واحدة قولا واحدا، ولعله لأنه هو سيف الله المسلول. ولذلك حتى يوم مات خالد بن الوليد قالوا أنه ما مات في المعارك، لأن سيوف الله لا تكسر ولكن يغمدها. نزل من جبل يوم خلاص الآن الغنيمة، الناس بدأوا يجمعون الغنيمة، انتهت المعركة، فاز المسلمين، انتشر الخبر أن فاز المسلمين. قاموا اللي في جبل الرماه وقالوا: الغنيمة الغنيمة، وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنصه، قال: لو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني تشيل الطير تشل الرجال من الأرض، لا تنزلوا اثبتوا. لكن يوم شافوا الحرب خلصت قالوا: الغنيمة الغنيمة، يبغون يلحقون مع المسلمين، فنزلوا وما بقي إلا 10. قام عكرمة شافهم نزلوا فكر على المسلمين مرة ثانية، وأشر لخالد بن الوليد، فدار خالد من وراء حد وجل المسلمين من وراء. سوى خطة عسكرية كانت تتخذ قديما، يقال أن الذي اكتشفها هو الألكسندر المقدوني، إلى اليوم تدرس، اسمها الكماشة. الخصم يوضع في الوسط وأن تأتيه من قدام ومن وراء، تدرس في جامعة دولية، أحسنت، وأن تأتيه من قدام ومن وراء. فبدأوا في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس 6 أشخاص وكان يقاتل. أتاه واحد اختلفوا في اسمه، قال له: أنا أقتلك يا محمد. فهرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ما هرب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دفع الصحابة منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شجاع، وقف له وطعنه بالسيف في خاصرته وقتله. ثم قتل جميع الصحابة الستة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عند صخرة، فقام واحد منهم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه فشج رأسه، وقام الثاني وضربه على خشمه فكسر خشمه فسال الدم فطاح النبي عليه وسلم، فقال: لقد قتلت محمد. وانتشر الخبر بين الصحابة. هذا الخبر هو سبب خسارة المعركة، لأن المسلمين استسلموا كل رمى سيفه، وانتشر الخبر أن محمد قتل. وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، 11 من الأنصار، والأخير كان طلحة بن عبيد الله. وكان المشركين يأتون،
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لي القوم؟ فيقول طلحة. فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيقول: ابقى مكانك. ويقوم واحد من الأنصار ويقول: أنا لها. فيقول: أنت. ويذهب ويقاتل قتال شديد حتى يقتل، ثم الذي بعده، حتى قتل الإحدى عشر، ما عاد بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدتني يوم أحد وجبريل عن يميني. جبريل نزل لكن ما عنده أمر بالقتال، ركز، ما عنده زي بدر أمر، لكنه نزل يدافع عن البعث، ينتظر، ينتظر وقتي يتدخل فيه. والدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج رأسه، وكان لابس درعين، يقال أن وزن الدرع 20 كيلو. فبقي طلح، فقال: من لي القوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: أنت لها. فخرج طلحة فقاتل قتال 11 متجمعين، فقطعت إصبعه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية أنها قطعت السبابة، فقال: حس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصيح له، قال: لو قلت بسم الله لن تشلتك الملائكة. كان شلتك الملائكة والناس يشوفوا. كثر القتل في هذه المعركة. ممن قتل؟ حمزة بن عبد المطلب. قصة قتل حمزة قصة غريبة. الذي قتله رجل يقال له وحشي بن حرب، كان عبد لجبير بن المطعم، وكان يكنى بأبي دسمة، وكان له حرب لها رأسين، ما تخطي. وكان رجل يرمي. يوم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قتلت حمزة؟ قال: أتتني هند بنت عتبة وقالت: إن قتلت حمزة أعطيتك ذهبي كله، مجوهراتي كلها، واشتريتك وأعتقتك. يقول: فوجدت حمزة يمر على الرجل يقاتل الرجال، فيمر على الرجل فيصبح الرجل كأمس الغابر، يعني ما يبارز، يقتله مباشرة ويمشي، يقتل اللي بعده. يقول: فاختبأت خلف صخرة وانتظرت حتى التفت لي. يقول: فعمدته بالحربة فضربته في خاصرته حتى ظهرت من بين وركه. يقول: فنظر فيها ثم نزعها ثم أتاني يمشي، فوالله إن رجلي ما قدرت تشلني من الخوف. يقول: حتى سقط قبلي وهو ينظر إلي، وكانت على صدر حمزة ريشة معروف بها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء ما قد ضرب قتل حمزة، فكان هو وطلحة تجمع الناس يبغون يذبحونه. فقام طلحة في واحد منهم حذف النبي صلى الله عليه وسلم برمح، كاد أن يصيبه، فوضع طلحة يده على النبي صلى الله عليه وسلم فشلت، ثم قام يبغى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ما معه إلا يد واحدة، فأصبح يضع رأسه على الأرض. تخيلت، يضع يده ورأسه على الأرض والنبي على ظهره ويرفعه. يوم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة التفت ونظر في طلحة وقال: وجبت يا طلحة، وجبت لك الجنة. يقولون أن طلحة في هذاك اليوم جرح 73 جرح ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا طلحة، خذلونا أصحابنا، يقصد أهل الجبل، ويتسحر، يعني يتحسر، ويقول: يا طلحة، خذلونا أصحابنا، ويمسح الدم عن وجهه الشريف. قتل في هذه المعركة مجموعة من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يوم تجمعوا ودروا أن النبي ما مات، قال: أنزلوه من على الجبل حتى نختبئ فيه. فقام الصحابة يحذفونهم بالحيود بالأحجار حتى ينزلوا، فنزلوا، فظهر المسلمون على الجبل، فظهر أبو سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو أبو معاوية ابن أبي سفيان، قد أسلم يعني. وقال: أفي القوم محمد؟ رددها 3 مرات يبغى يتأكد الرجال مات ولا لا، ما حد رد عليه. فقال: أفي القوم أبا قحافة؟ اللي هو أبو بكر. فقالها 3 مرات، الناس متعبين والنبي صلى الله عليه وسلم متعب. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: من شدة التعب كانوا في الجبل وسيوفهم في أيديهم.
الرجل يغلبه التعب والنعاس فينام، فيسقط سيفه من يده فيصحى على صوت سيف، يصحى مرة ثانية. ثم سأل عن عمر بن الخطاب وقال في القوم عمر، سأل 3 مرات ما حد رد عليه. المرة الرابعة عمر ما عاد يقدر يمسك نفسه، قال كذبت يا عدو الله، والله إن من ذكرت جميعهم أحياء. فقال أبو سفيان يا محمد يوم بيوم، هذا بيوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالع. ذهبت هند بنت عتبة وأخرجت سكين معها وبقرت بطن حمزة وأخرجت كبده وقطعتها ولاكتها تبغى تبلعها فما استطاعت فلفظتها، ثم جدعت أنفه وقطعت أذنه وتحلقت بها. شيء بشيء يذكر يقولون أنه جاء سير كبير في المدينة فنبش القبور، ومن القبور التي نبشت قبل 20 سنة أو 25 سنة قبر حمزة ظهر. فيقول أحد اللي دفنوه، يقول لم نرى وجهه ولكن رأينا عليه خرقة بيضاء، وجدنا الريشة، ووجدنا دمه لا زال حار كأنه مات البارحة. أصبح المشركين يتغنون ويجمعون الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحسر ويقول لأبو بكر وعمر اذهبوا إلى طلحة فإن صاحبكما جريح. أسعفوا طلحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب الحق بقريش فانظر، إذا ركبوا الخيول وساقوا الإبل فهم يبغون المدينة، وإن ذهبوا إلى المدينة فوالله لأناجزنهم فيها حتى يقضي الله بيننا، وإن ركبوا الإبل وساقوا الخيول فإنهم يبغون مكة. شو معنى الحريم يركبون لا الإبل حقت سفر والخيل تتعب، والخيل أجهدت في المعركة، فإذا كانوا على الخيل فهم يبغون يكرون وفرون، عرفت الكر والفر على الخيل أسهل من 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 من, من الإبل. ركبوا الإبل ورجعوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبحث بين الأموات حتى وجد حمزة، فحزن عليه حزن شديد وكان يردد خذلنا أصحابنا. ثم قال يا أبا بكر أتعلم لمن اليوم؟ قال أبو بكر لمن؟ قال يا أبا بكر أو إن إيه أبو بكر اللي قاله، قال يا رسول الله إن هذا اليوم كله لطلحة، اليوم ما حد قاتل ولا حد سوى إلا طلحة، ولا حد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في ذلك اليوم إلا طلحة. أبو دجانة بما نحن ذكرناه في بداية القصة جرح جرح شديد. لماذا جرح؟ يوم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وطاح، قام أبو جدانة وطاح فوقه، فأصبح المشركون يطعنون بالرماح في ظهره ومات زحزح. هذول هم الفدائيين اللي كنا نتكلم عنهم. ذلك يوم عظيم يا أخي. لذلك يوم سأل هرقل العظيم النور عظيم الروم سفيان أبو سفيان، قال له كيف الحرب بينكم وبين محمد؟ قال هي كر نفر، يغلبنا مرة ونغلبها مرة، وقتل في ذاك اليوم قتل شديد من المسلمين، حتى إن أحد الصحابة مر على المسلمين وقال ما لكم ألقيتم أسيافكم؟ قالوا إن النبي قد مات. قال ألا تستحون؟ إن لم يكن محمدا في الدنيا لحقناه في الآخرة. ثم نعم ثم دخل وقاتل حتى قتل وقطع رأسه وقطع شقه الأيمن بشكل كامل، ولم تعرفه أخته إلا بحرق في خنصره أحرقته وهو صغير بالغلط، ما عرفت جثته إلا بهذا الحرق. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم حزن شديد. نعم هذه هي معركة أحد التي ذكرت وغلب فيها المسلمون، وما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها. بإذن الله تعالى المرة القادمة سنذكر يعني غزوة الأحزاب، نذكرها مجملا كذا بدون تفاصيل، لأني أحس أني فصلت في غزوة بدر فأسهبنا قبل اللي جاء فيها الشيطان. نعم
في المعركة الأولى اللي الشيطان ترى بعد جاء في غزوة أحد، يقال وهذه رواية ضعيفة ولكن أنا ما بغيت أوردها لأن ذكرها، ذكر الإمام الذهبي أن الذي قال قتل محمد أنها الشيطان، وروي عن الزبير بن العوام أنه قال أني رأيت رجل طول شبرين من الأرض اسمه إزب، فقلت من أنت؟ قال أنا إزب وأنا مرسول من إبليس حتى أعلم بين الناس أن محمد قتل. فلذلك الزبير بن العوام، فلذلك سؤل يعني، لكن أنا لا أؤمن بهذه الرواية. اللي جاء على شكل سراقة الظاهر، سراقة بن مالك، إيه يوم شاف جبريل هذه في بدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استعجلنا اليوم لأن الشباب الظاهر عندهم تعليق. نعم يا أخي أقسم أقسم له اليوم اليوم صراحة اجتماع طارئ، كل التعويم اللي عليك عندي وكل الندب السيئة راح ذلي. سمع عما عامر مفلح وعامر ومساعد وسلمان انت لا